الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت جرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. يلقي رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اليوم كلمة مصر في جلسة الحوار رفيع المستوى ضمن فعاليات القمة 15 لتجمع البريكس والمنعقدة حاليا في مدينة جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا، وذلك نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي. هذا ومن المنتظر أن يشارك رئيس الوزراء بمداخلات في بعض الجلسات الأخرى إلى جانب عقد لقاءات مع عدد من ممثلي الشركات. أكدت هيئة الطيران المدني الروسية مصرع مؤسس مجموعة فاغنر يفجيني بريغوجين ونائبه ديمتري أوتكين. وبحسب هيئة الطيران الروسية، لقي بريغوجين ومرافقوه مصرعهم بعد تحطم الطائرة والتي أقلعت على أساس الترخيص الصادر لها باستخدام المجال الجوي حسب الإجراءات المتبعة. وذكرت وزارة حالات الطوارئ الروسية أن الطائرة الخاصة من طراز إمبراير ليجاسي كان على متنها 10 أشخاص تحطمت في مقاطعة تيفير شمال موسكو، مشيرة إلى أن الوكالة الفيدرالية الروسية للنقل الجوي فتحت تحقيقا في الحادث. كما أعلنت لجنة التحقيقات الروسية إجراء تحقيق جنائي في حادث تحطم الطائرة شمال موسكو. أعربت القيادة العسكرية للاتحاد الأوروبي عن شكوكها في إمكانية استعادة أوكرانيا لأي من الأراضي التي خسرتها في الحرب مع روسيا. وقال رئيس اللجنة العسكرية للاتحاد الأوروبي روبرت بريجر إن إمكانية استعادة السيادة الكاملة لأوكرانيا بالموارد المتاحة لا تزال محل شك. وأضاف بريجر أنه فيما يتعلق بالهجوم المضاد الأوكراني فإنه من غير المتوقع اختراق القوات الأوكرانية لخطوط الدفاع الروسية. This is why the support provided by the أعلنت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أن بيونغيانغ أطلقت صاروخا فضائيا، ولكن حادثا وقع خلال عملية الإطلاق. وأوضحت الوكالة أن كوريا الشمالية تخطط لإطلاق صاروخ آخر في أكتوبر المقبل. من جانبه قال الجيش الكوري الجنوبي إن إطلاق كوريا الشمالية الصاروخ الأخير يعتبر فاشلا، وذلك بعد تتبع حركته. كما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن محاولة كوريا الشمالية إطلاق قمر صناعي تنتهك عددا من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مضيفة أن واشنطن تسعى إلى الحوار مع بيونغيانغ دون شروط مسبقة. أعلنت الشركة المشغلة لمحطة فوكوشيما النووية اليابانية المعطلة أنها ستبدأ تصريف المياه المعالجة والتي كانت تستخدم لتبريد المفاعلات المتضررة. وفي بيان لها قالت شركة طوكيو للطاقة الكهربائية إنها ستقوم بتشغيل مضخات نقل المياه إلى البحر لتبدأ بتصريف المياه. حث الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا عبد الله باتيلي جميع الأطراف المؤسسية في البلاد على الاجتماع والاتفاق في القضايا المتعلقة بالانتخابات المختلف بشأنها سياسيا. وأوضحت البعثة الأممية أن باتيلي أكد أنه ينبغي حل جميع القضايا المتعلقة بالانتخابات من خلال المناقشات وتقديم تنازلات من قبل جميع الأطراف في ليبيا. أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن الجرائم التي ارتكبت في حق الشعب التونسي لمدة عقود من الزمن في كل المستويات ترتقي إلى مرتبة جريمة ضد الوطن والشعب. وخلال الزيارة التي قام بها الرئيس التونسي إلى السوق البلدي بأريانا، أكد سعيد أنه لا بد من أن تتكثف كل الجهود الوطنية من أجل محاسبة من اقترف هذه الجرائم حتى يتم وضع حد لهذا الوضع الذي يحاول الكثيرون اليوم مواصلتها أو اقترافها بكل السبل.